وللحديث أكثر عن مجمل التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا غازي العلول. أهلا بك غازي، يعني من المفترض أن التهدئة قد دخلت حيز التنفيذ، هل تم رصد أي اختراق لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم محمد، مساء الخير. على الأرض لا يوجد أي اختراق فعلي للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 من مساء أمس. كل ما في الأمر هي تصريحات تخرج بشكل أكبر من الجانب الاحتلال الإسرائيلي الذي أوعز لجيشه بالبقاء على أهبة الاستعداد نتيجة تلكؤ الاحتلال في القبول وبالإفراج عن الأسيرة السعدي وكذلك عواودة، وهما شرطان أساسيان وضعتهما المقاومة الفلسطينية في الاتفاق الذي أبرم برعاية مصرية. ما يوضح هذا الأمر بأن الحركة النشطة لجيش الاحتلال ما زالت موجودة على حدود القطاع. أيضا فيما يتعلق بالتصريحات السياسية من قطاع غزة، هناك تصريحات خرجت من الفصائل قبل دقائق من الآن، تصريح كان للجبهة الشعبية قال بأن الغرفة المشتركة تتابع عن كثب ما ستؤول إليه الأمور إذا ما التزم الاحتلال، وكان هناك في اختراق فعلي للهدنة التي وقعت باتفاق مصري. كذلك سياسيون في الجهاد الإسلامي قالوا بأن مصر التزمت بأن تكون هي الوسيط من أجل الإفراج عن عواودة وكذلك السعدي. هذا الأمر ألقيت الكرة بالملعب المصري. الآن هناك حديث عن وفد مصري سيتجه إلى الاحتلال ليفاوضه على الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها. دعنا طيب نوضح غازي ماذا عن آخر التطورات في أرض الميدان من حصيلة الشهداء، إجمالي الجرحى والخسائر المادية بصورة عامة؟ نعم، هذا ما كنت سأتطرق إليه. قبل نصف ساعة من الآن أعلن عن استشهاد الفتاة اسمها حنين قايدة، وهي فتاة أصيبت خلال العدوان، وللأسف أعلن استشهادها قبل نصف ساعة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، لترتفع الحصيلة إلى 45 شهيدا نتيجة هذا العدوان. محمد رحمها الله وشكرا لك مراسلنا غازي، كنت معنا من قطاع غزة.